فيما يخص بطبيعة الحال المخلفات ديال الزلزال ديال 8 سبتمبر 2023، كانت هنالك واحد العدد ديال الإجراءات اللي اتخذت، واعتقد على انه من بين يعني اللي هي عندها واحد الوقع على ما سيترتب عنه من في المرحله ديال البناءات، وهو انه تصغبت خرائط 3000 دوار، وهذه الخرائط هذه كتاخذ بعين الاعتبار انجرافات ديال التربه، الفيضانات ديال الويدان، وحتى الزلازل، هاد ثلاثه ديال 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 الخواطر المخاطر. وبالتالي كل دوار تنقولوا ليه اشنو هي المنطقه اللي مسموح باش يبني فيها، اشنو هي المنطقه اللي غير مسموح يبني فيها، واشنو هي المنطقه اللي تخصها واحد العدد ديال التدابير على اساس يمكن له يبني. فبطبيعه الحال هذا كان عنده واحد الوقع، وخلى ان شاء الله في هذه المرحلة ديال إعادة البناء على أنه غادي نبعدوا من المناطق اللي كلها كانوا ساكنين فيها الناس، واللي كان عندهم عليهم واحد الخطر، إما من ناحية زلزال إلى طرى، إما من ناحية انجراف ديال التربة إلى طرات، أو لا الفيضانات بصفة عامة. فكما كيعرف الجميع هذه المنطقة منطقة صعبة من ناحية التضاريس ديالها، لأول مرة يعني ترى زلزال في واحد المنطقة اللي صعيبة من ناحية التركيبة، لا ديال الجيولوجية، لا من ناحية ديال التوبوغرافية، الطرقان يعني قلال باش يمكن لك توصل المساعدات. ورغم ذلك الدولات قامت بمجهود، جميع الوزارات كل واحد بالتخصص دياله قام بمجهود، ولكن بطبيعة الحال هذا غادي يعطي واحد تجربة جديدة، لأنه لقاو مشاكل أخرى اللي ما كناش لقيناها من اللي مشينا في اخر زلزال اللي عشناه، واللي كان عنده اضرار هو ديال الحسيمه ديال 2004، حتى هو منطقه جبليه ولكن ماشي بنفس النوعيه. هنا يعني منطقه اللي كتوصل 4000، وانتم كتعرفوا تيزين تاس 4000 وما يزيد، وكتلقى ما بينكم ما بين الواد واحد 500 600 حتى 1000 ديال ديال ديال, ديال, ديال الامطار. فبطبيعه الحال المنطقه كانت صعيبه، ورغم ذلك جميع المتدخلين على راسهم الوقايه المدنيه، الدارك الدين، على كل ما بغيتش نذكرهم كاملين باش ما ننساش شي حد. ومن ناحيه الان ديال اعاده البناء، فراه كل شيء غادي في الطريق الصحيح، كيف ما جا في التقرير الاخير ديال رئيس الحكومه من بعد سنه، على انه مازال ما حققناش يعني داكشي اللي خصو يتحقق، ولكن ما ننساوش على انه مشروع اللي سيدنا طلق على 5 سنين، وبالتالي التمويل راه موجود، الاعمال راها تتقام الى اخره. كاين بعض الجمعيات لاحظنا مثلا لي ريزو سوسيو ولا عندهم واحد التاثير، الله يهديهم، وهو انه في الوقت اللي تيقول لك اودي واحد الناس مازال ما وصلهم والو، واحد هذا الى اخره. شوف يا اخي، اولا تيخص هذوك الناس يتحملوا المسؤوليه ديالهم، لانه ملي تنمشيو حنايا لعين المكان تلقاو على انه على كل خص الانسان يبحث مزيان، فكاينين دوار ودواور وناس اللي توصلوا بالمساعده ديال 2500 درهم، توصلوا بالدفعه الاولى باش يبنيو، لانه الدور ديالهم سقطات، ولكن ما باغيينش يبدلوا المكان ديالهم. والخرائط اللي الوزاره المعنيه ديال الاسكان وديال التعمير تتقول لهم اودي لا، راه هنا كاين خطر، راه تيخص يكون الله يعطيكم الستر نبدلوا لكم المكان، وكيمشيو كيختاروا لهم مكان. واللي تتقوم الدوله بواحد العدد ديال الدراسات على اساس منين يبني تما بنادم يبني على الصح، وهما ما باغيينش، يقول لك لا انا بغيت نعيد البناء هنايا. فالدوله ما تيمكنلاش تخاطر وتمشي في هذا الاتجاه هذا، وبالتالي تيخص تفتح نقاش مع هاد الناس على اساس نقنعوهم باش راه في الصالح ديالهم باش يمشيو لبلاصه اخرى. اذا بصفه عامه فيما يخص التدبير ديال الكوارث الطبيعيه، المسائل الغادة الحمد لله في الاتجاه الصحيح، كتطلب وقت، كتطلب إمكانيات،
ولكن الوتيره اللي ولا المغرب غادي بها فلحد الان اللي يمكن نقول لكم على انه وزاره ديال الاسكان وديال 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 وديال, وديال التعمير راها غطات اكثر من 32 43 الى 40 خريطه اللي هادشي اللي قلت لكم تيتاخذ بعين الاعتبار. يعني دابا كاين واحد العادات ديال الجماعات، كاين واحد العدد ديال لي بروفانس، كاين واحد اللي عند لي زاجونس اوربان اللي عندهم هاد الوثائق على صعيد المدينه، على صعيد حتى الباديه الا كان العدد ديال السكان كثير، اللي كتحدد وكنعاود نكرر هاد المنطقه يمكن لك تبني فيها، هاد المنطقه ممنوعه لانه، وزيد من مساله اخرى هي انه منطقة مسموح بها ولكن تخصها بعض الإجراءات. زيد على ذلك برنامج كبير قام به المغرب، وهو لا كرياسيون ديال لوفسيك ديال لو فون دو سوليداريتي كونتر لي زيفينمون كاتاستروفيك. فبطبيعة الحال هذا تطور خدا يعني واحد العدد ديال الوقت، ولكن وجد الحمد لله وخرج للوجود، وبالفضل ديالو يعني كاين واحد يعني تضامن اللي خلى على انه ملي تتوقع اضرار للمواطنين اللي ما عندهمش تغطيه ديال 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 سميتو ديال 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 لاسيورونس، فهمتي؟ ففي اطار التضامن راه الدوله تخرجت تعويضات، وهذا لوفسيك هذا تيخرج تعويضات، يكون مشات ليه الدار ومشى ليه الرزق ديالو ومشى ليه هذا الى اخره، فبالتالي هذا كيساعده على انه يعاود يوقف على رجليه.